الأوفياء مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. قصة أخرى، قصة أخرى من قصص المجتمع المغربي، وهذه المرة من المدينة القديمة. الحالة اللي معنا الآن على المباشر كتشوفوها معنا الآن، حالة ديال واحد الشخص اللي هو مختل عقلي، يعني أصبح مختل عقليا. الآن كما كتلاحظوا معنا على المباشر كينام في الشارع، ولكن هذا ماشي هو الإشكال. الإشكال اللي كاين هو أنه كما كتلاحظوا معنا الآن، وكذلك الدراجات النارية كما كتلاحظوا معنا الآن. هانتوما لاحظوا معنا هذا الشارع بما أنه زقاق يعني متسع شيء الماء، فكما كتلاحظوا معنا كيمروا منه الدراجات النارية وكذلك السيارات. إذا الساكنة الخوف اللي خايفة هو هذا السيد هذا يصبح. إذا معذرة مشاهدينا الأوفياء، حالة ديال الإنترنت رديئة نوعا ما هنا في المنطقة، اضطرينا أن نبدلوها لشبكة أخرى، لهذا كنعتذروا. إذا كما قلت المتابعين ديالنا الأوفياء، فهذه الحالة الآن الساكنة هي منزعجة، ماشي من هذا السيد أنه كيتواجد هنا، بقدر ما أنهم خايفين أنه في يوم من الأيام لا قدر الله يصبح متوفي وما يعرفوش حتى شكون اللي ضربه. اذا كما كتلاحظوا معنا السيارات كدوز من هنا، الدراجات الناريه. اذا غادي نستمعوا، غنحاول نقربكم من الحاله، وغادي نستمعوا للساكنه. انتم لاحظوا معنا هذا السيد هذا ومريض ومصاب حتى كذلك بشلل، يعني الرجلين ديالو ما كيتحركش بهم، ولاحظوا الطريقه والحركه اللي كيدير هذا السيد هذا. فنتمنى انكم تبقوا معنا باش نسألوا الساكنة. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا تفضل معنا. مرحبا. انتوما كساكنة بغيناك تهضر لنا على هذه الحالة ديال هذا السيد هذا. واخويا هذه الحالة تاع السيد حالة يرتديها وما لقينا الجهد، واتصلنا بالسلطات وما خلينا فين اتصلنا، وجاو الناس وشافوه وداروا المعاينة، وحاليا راه ما كاين والو. راه باسم الساكنه تاع المدينه القديمه حنا مألمين من هذا السيد، وما حقنا حنا بيدينا نديروا والو. قسنا الناس مسؤولين، الناس مسؤولين تما ما داروا معنا والو. والحاله تاع هذا السيد راه مسكين، راه يرتاح عليه. ما شاء الله ما شاء الله، ما عرفناش هذا السيد شنو الحل. شحال هو هنا؟ شحال هو هذا السيد؟ هذا السيد هذا دابا رسميين دابا شهر باش تبارك، كان شي عام دابا هو هنا بالضبط. وبقى بقى 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 هاد الشهر دابا الاخر تباراليزا مسكين، مابقاش كينوض، مابقى ينعس، مابقى حتى حاجه. اذا كان كيقدر الحركه، كان كيقدر يتحرك. كان يتحرك ولكن كله كيعواج وكله مسكين كان كيبيبر. ولكن دابا حاليا دابا الحاله ديالو غادي كتسوء، قول لي. سوء. كتدور الحاله ديالو. تعورات. مده ديال 6 شهور دابا حاليا. 6 شهور هو على هاد الحاله هذا. هو على هاد الحاله هو دابا مسكين. وما لقيناش جهد وما بيدينا نديروا والو، الا جينا نهزوا حنايا غدا. واخا ما عمركم بلغتوا السلطات؟ ما عمركم بلغنا السلطات وبغنا رجال الوقايه المدنيه، وجاو حتى لعين المكان وشافوه، وقالنا حنا غنمشيو نجيبوا الشاريو، ومشاو هزوا لافيونس تاعهم وزادوا مع الطريق. يعني جاو ومشاو بحال هكا؟ جاو شافوا سميتو وبلغناهم، جاو حتى لعين المكان هنا وشافوا السيد بدا كيقلبوا ليه في عينيه، وقال لك حنا غنجيبوا الشاريو. مشاو حدا الدائره الاولى حطوا تما لومبيونس ديالهم، ومن تما هزوا السياره تاعهم وزادوا ياك. وصيفطنا الناس يصوروا السياره تاعهم في النمره ديالها في كلشي بيدوها. واخا هو دابا انتوما علاش خايفين دابا؟ واش خايفين شي حاجه تدوز على هذا السيد؟ ما خايفينش على راسنا، حنا عندنا محلاتنا وديرنا ولادنا كنمشيو نعسوا بهم. هذا السيد مسكين عندي كامل الطوموبيلات. يعني كتخافوا شي طوموبيل تدوز عليه؟ ماشي راه بزاف. احنا كنلاحظوا دابا نيت هاي واحد هاي شاحنه ديال النظافه هاي. هانتوما لاحظوا حتى الدراجات كيفاش كتدوز مشاهدين الاوفياء. هذه هاي شاحنه ديال النظافه هي قادمه، غادي نقربكم منها. هاي لاحظوا معنا هذه هاي شاحنه ديال النظافه هاي، باش هذا دليل على انه هاد الشارع هذا وهاد الزقاق هو زقاق واسع، يعني كيمروا منه السيارات وكيمروا منه الدراجات. لاحظوا حتى كيفيه اللي كيمروا منه الدراجات، لاحظوا حتى يعني الناس هما اضطروا انهم كيديروا هاد العلب كرتونيه او هاد الكراتن علامه باش حنايا الناس اللي جايين ما سميتيش يقول لك العلامه ويشوفوا السميه. ياك كاين بعض الناس اللي ما غاديش يشوفوا العلامه، كاين شي ناس بدرجات ناريه راه كيدوزوا ما شاء الله. إذا كان شي واحد مخمور ما غايشوفهاش باينه. وما عطيونا شي حل حنايا، حنا نديروه كساكنه، عطيونا شي تفويض نديروه حنا.
دابا الدوله ما عطاتنا حتى فويد، ما عطاتنا حتى حاجه، خلات هذا السيد هكا. وحنا دابا حنايا معلمين ليه بزاف، ماشي باسم انا، باسم الساكنه تاع المدينه القديمه كلها. الناس يوميا كيجيو معلمين الناس الديور تاعهم، محلات ومنطقه سياحيه، منطقه سياحيه ماشي منطقه تجاريه وسياحيه. ملي كتقول دورفناوا راه البراني واي العالم كله كيدوز من هذه المنطقه. يعني واحد الصوره سيئه للسياح اللي كيدخلوا المنطقه. الناس السياحه كيدخلوا المنطقه وحنا كنتعلموا ليه، ما بغيناش يكون هكا، بغيناه يكون افضل. عطونا شي حل حنا نديروه، فوضينا شي تفويض حنا نديروه. هادشي كنطلبوا منكم، ما كنطلبوا حتى حاجه حنا من الدوله ولا من شي حاجه، كنطلبوا على الناس المسؤولين يعطيونا شي حاجه. الا ما بغاوش هما يعطيونا حنا يفوضونا، حنا نتكلفوا بهذا السيد. مرحبا. وليت حوينا باب فين وصلوا حنا هذا السيد هذا. عطينا شي واحد من الساكنه اخر الله يجزيكم بخير. ها هو ندوزك اخويا، اخ معتز. زيد تفضل معنا استاذ، تفضل عندنا استاذ. شكرا السيد، ما عندي ما نسالك. يا جماعه عليكم. وعليكم السلام. بشركم. مرحبا. الله يجازيكم بخير. حنا ما غادي نلوموا حتى شي حد، حنا لحد الان حنا بغينا الله يجازيهم بخير، لا المحسنين ولا المتطوعين ولا الجمعويين يجيو يعتقوا هذا السيد هذا، لان راه بعض الحاله لا اله الا الله محمد رسول الله. وجينا في هذه المناسبه ديال الشعبان وهذه المناسبه ديال الدخول ديال رمضان، يعني حنا والله العظيم كساكنين هنا ما بقيناش قادرين ندوزو نشوفو هذا السيد هذا، راه كنتألموا للداخل ديالنا. راه هاد الخير اللي عطانا الله مؤخرا راه قاعد داز على هذا السيد هذا. والله العظيم الا بنادم راه كنبكيو من الداخل، كنشوف هذا السيد هذا ناعس، حنا مغطيين ثلاثه المناط في ديورنا وفينا البرد، وهذا السيد هذا الشتا والبرد حتى ولا كيفيبري دابا بالبروده، راه شبعان بروده. وتصور انت يا ناعس مع ولادك وواحد مسلم بحالك بحالو على برا والشتا كتصب عليه. اما حنا راه كنتعاطفوا معاه، الناس ما نقولش لك الناس راه الماره ولا الساكنه هنا كيتعاطفوا معاه ماديا والماكله، ولكن راه اش غيدير بالماكله واش غيدير. سمعنا كذلك، سمعنا بانه كيقضي الحوائج ديالو هنا. خويا اش غنقول لك، هذاك الشيء ما نقدرش نوصفه لك. يعني النساء كي واحد الحاله شفتو مسكين الى دايز وبان لي مسكين بغى حاجه كيبول وتنعس على ظهرو وحاجه خش في حجرو والماره هنايا بنهار. ماشي انا شوه بينا ولكن مسكين ما لقى جهد، راه كله ما نقولش لك الحاله ديالو، راه كله باراليزي. انا من النصف تحت ديالو ولا الفوقاني راه ما كيقدرش يشد حتى الماكله بيديه، فهمتي؟ ما كيلقى جهد حتى هو مسكين. ملي كيبغي يتبول راه كيشد حجره وكينعس على ظهره وكيبقى يطرش والبول كيجي فوق منه. والخروج هو يعني حتى النساء كيمروا من هنا، حتى النساء كيدوزوا. حنا ما نهضروش على الماره، حنا والله اخويا ما تهمنا الماره، لان الناس كيتالموا. جابوا المانط، جابوا العباين كيجيبوا ليه، فهمتي؟ تصور انت حاشاك حيوان، شي حيوان والله ما تبغي لي هذه الحاله هذه. شي كتبان لي نعس شي مشا ولا شي هذا كتبع لهم الشتا كنطرفوهم وتمسح ليه وتعطيه، فاذا بنت هذا راه والله العظيم ما بقات عندنا حياه في هذا القنتان والله العظيم بالله. وكنخافوا عليه بالليل، لان الدراري هنا اللي جون ما نقولش لك تضحيات ديالهم مساكن ثلاثه اربعه كيبقاو معاه مساكن حتى كيغلب عليهم النعاس وكيطلعوا. ولكن اللي كنخافوا عليه من بعد ولاو كينصبوا عليه كيجيو بالليل يديو ليه مسكين داك الشيء اللي كيدبر بالنهار، كيديو ليه الحوايج اللي كيعطيوه الناس، كيديو ليه كل شيء. انا حضرت في الصباح بكري السيده جايه مسكينه حتى هي ما عندها لا عقل لا والو، جات بغات تدي ليه حتى تعاود معاها وخرجت بعد ليا السبان حيدتها لها باش تخليها لي مسكينه يلبسها. هادشي ملي كان كيقدر يوقف، اما دابا مسكينه راه ما بقاتش عنده لا على صباطه ولا ولا مسكين هكا. فاذا شوف حدا القادوس والزبل، راه الله داز كاميو ديال الزبل دابا هز الكاميو دابا والصحافه اللي سي قرناوت. الساكنه هنايا والله ما كرهناش حنايا نتكلفوا به، ولكن الى توفى الاجل ديالو بين يدينا راه ما يرحمناش المخزن. مريض راه ما يرحمناش المخزن. حنا بغينا كيف قال الاخ في الاول يعطيونا شيء هذا، حنا والله العظيم تنديروه. حنا بغينا على الاجر في هذه العواشر هذه. وشرتوا هذا السيد هذا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنشكروا كاع الجمعويين ولا الناس اللي مسؤولين اللي تكلفوا ديجا بالسيد اللي كان هنا في الدرب عندنا، وجاو داوه في الدار رقم 100 في لاكرواروج، راه داوه دابا كنسولوا عليه الحمد لله بعدا في حاله صحيه مزيانه. ونطلبوا من الله هذا في
زعما يعجلوا به حتى هو يمشي لشي مأوى ديال فهمتي ما يمشيش يتلاح في شي قنت بغينا نسمعوا شي اخبار عليه مسكين راه شبعان برد فهمتي بغينا نسولوا عليه ونفرحوا ملي جينا شي اخبار عليه بانه راه الحمد لله ولا بصحه جيده ولا هذا ولما لا لان كلشي بيد الله حنا نكونوا سبب لما لا يرجع بصحته حتى هو ويرجع حتى هو بحالنا بحاله ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يجازيكم بخير ولا يوقف معكم في هذه الحواشرات الله يستر لكم في الايام مباركه عند الله سبحانه وتعالى. شكرا. اذا المشاهدين الاوفياء كما سمعتوا معنا غنعاودوا نذكركم بهذه الحاله هذه اللي كتواجد هنا بالمدينه القديمه. فالرساله هذه للسلطات المحليه بالمنطقه انه تشوف هذه الحاله هذه اللي كتنعس في الشارع اكثر ربما كما جاء على حسب لسان الساكنه هنا سته ديال الاشهر سته اشهر. لاحظوا معنا مره اخرى يعني هاد السكينات حدا هانتوما حاشاكم قادوس لاحظوا حدا قادوس والادهى من هذا الشيء هذا هو انه لاحظوا الازمه المحيطه بهذا السيد هذا الادهى والصعيب بهذه المساله كلها ولاحظوا انتم كتشوفوا الشاحنات اللي كتمر معنا من المنطقه من هنا لاحظوا حنا الان كنتكلموا على انه أن الناس كتواجد انتم لاحظوا حتى الشاحنه مثلا لاحظوا الشاحنه حتى الطريقه اللي مرت بها الشاحنه لاحظوا يعني قريبه من الرجل ديال هذا السيد هذا هذه شاحنة ديال النظافة لاحظوا معنا. إذا هذه رسالة مرة أخرى للسلطات المحلية بالمنطقة هنا بالمدينة القديمة والدائرة أو الملحقة الإدارية بالمنطقة هنايا أنه تعجل في هذه الحالة هذه لأنه صراحة كيحس في النفس. لاحظوا الفرق ما بين العجلة ديال الشاحنة ديال النظافة وما بين الرجل ديال هذه الحالة هذه ولاحظوا هنا راه ما مسرحش رجليه هانتوما هنا راه ما مسرحش رجليه يعني هنا إذا سرح رجليه فغيولي يعني خطورة تامة. إذا مرة أخرى هذه رسالة الملحقة الإدارية بالمنطقة هنا أنه تعجل يعني هاد الحالة هذه لاحظوا حتى الطريقة والكيفية ديال هاد الحالة لاحظوا كيفاش كيعمل شوفوا معنا خوت هاد الحالة هذه مسكين شوفوا راه كيبات الليل كامل هو بحال هكا كما جعل لسان السكينة لاحظوا فمرة أخرى هذه رسالة للمسؤولين هذه رسالة لاحظوا كذلك يعني السيارات اللي كتمر من هنا لاحظوا هي سيارة أخرى لاحظوا هذا هو الخطير في الأمر إذا صراحة كيحس في النفس أننا نشوفوا مثل هذه الحالات هذه احنا في الألفية الثالثة في القرن يعني 21 فهذه رسالة مرة أخرى للسلطات المحلية بالمنطقة أنه تعجل هذه الحالة هذه شوف الظرفية ديال هذه الحالة هذه وتشوف من حالة السيد هذا إذا إلى هنا دائما لكل بداية نهاية كما أقول دائما وإلى هنا سنأتي على نهاية البث على أمل أنه نلقاو حل لهذه الحالة هذه اللي كتواجه في المدينة القديمة تحياتي للجميع ما عرفتش واش نقول لكم تصبحوا على خير وهذا السيد هذا غيبات الشنقه بغينا نشوف واحد الكلمه ديال هذا السيد هذا اللي من الساكنه هنا تفضل معايا اخويا قدام هذه الحاله هذه جي عندي هنا اخويا اش كنقول والله كنشكركم انتم الناس زعما الله يجازيكم بخير والله يكرمكم وهذا النداء كنبغيو يوصل لسيدنا الله ينصر سيدنا السيد هذا بزاف عيد الناس مسؤولين دوينه ودوينه ودوينه هاد النداء هذا إذا وصل لسيدنا هاد السيد ما غاديش يبقى وشكرا والله يجزيكم بخير الله يرحم الوالدين وعشرة مبروكه.